بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مع أم تسنيم. اليوم إن شاء الله سنحضر وصفة لسابلي بابلي. هذه الوصفة المعروفة. راح نشوفوا المول كيف كيف. هذا هو المول كما بتشوفوا، راه دار حاله في الفيسبوك يوتيوب، يعني دار ضجه كبيره لانه تاع هذا العام. عندي هنا اول حاجه راح ندير صابلي. هنايا قبل ما نبدا راح ننصحكم نصيحه بالنسبه للحلويات اللي نديروا لهم صابلي غير من الاسفل فقط. هذا المول راح ندير فيه شوكولا، وصابلي راح نديرو غير في القاعده فقط. هنا ننصحكم ما تكثروش المقادير تاع العجينه، ديروا كميه قليله لانه راح ينتج لكم كميه كبيره. اذا عندي هنايا 125 غرام من المارغرين تكون طريه، عندي نصف الكوب من السكر الناعم، نصف الكوب من النشا، رشه من الملح، حبه من البيض تكون صغيره. عندي هنايا الخميره الكيميائيه، ناخذ على راس الملعقه يعني حوالي ربع ملعقه صغيره. انا في العاده في 250 غرام زبده نستعمل ملعقه صغيره، يعني في 125 غرام راح نستعمل نصف الملعقه. عندي لهنا قلت انا ربع، نستعمل نصف ملعقه صغيره مش ربع. عندي لهنا الفانيليا، وعندي لهنا انا الصابلي نحب نضيف له الزيت، يعني كميه قليله من الزيت نحب يعطيني هذاك القرمشه، واحد القرمشه خفيفه هكا والهشاشه في نفس الوقت. عندي هنا غير ثلاث ملاعق فقط كبيره، ثلاث ملاعق من الزيت. وعندي طبعا هنايا الفرينه باه نلم العجين. راح نبداو بسم الله، نحطوا الملح، رشه في فرن الملح، نحط السكر، سكر ناعم، نحط الزيت. وصفه سهله، نحط حبه تاع البيض، ندير الفانيليا، الفانيليا نحاول نغرب لها لانها درت لي فيها ديبول هكذا. اذا هكذا نضيف كذلك النشا لانه ما فيهش غلوتين، يعني مش راح نخاف انه يدلك لي الغلوتين. هنا وجدت نصف الملعقه بسم الله تاع الخميره، ونبدا نخدم هذه المكونات. لما تكون لكم الزبده طريه خدموها مباشره ما تخافوش. بعد نبدا ننشف بالفرينه عادي. انا هذا الصابلي ما حبيت ندير فيه حتى نكهه خلافه الفاني، لاني نكهت لي صابلي اللي فاتو بزاف، والحشو راح يكون منكه بالنيوتيلا. اذا هنا بعد ما خدمت المكونات مليح راح نبدا بسم الله نضيف في الفرينه هكذا الطحين، ونضيف ملعقه نصف ملعقه تاع خميره الحلوه، ونبدا نجمع حتى نتحصل على صابلي ثاني عادي. هنا العجين بعد ما لميتو طري، ما يلصقش هنايا ما ديروهش يكون يعني طري بزاف باه ما يخسر لكمش الشكل تاعو في الفرن. راح نبداو التشكيل بسم الله، ناخذ كميه وهذه نغطيوها مليح ونخليوها عطا. واش عندي انا هنايا؟ اول شيء نوري لكم القطعة اللي راح نستعمل. انا دائما دائما لما تشريو اي مول حبيتو تخدموا الشكل هذا، هنايا ديما يخيروا له قطعة تكون هكذا توالمو كيما راكم تشوفوا. لما نقطع الصابلي ونحطو عليه يجي مليح، يعني يجي اكزاكت، يلقى لي سباس باه يكون فوقه هكذا. يعني اي سواء هذه ولا مستطيل ولا ماشي شرط تكون اوفال، يعني المهم برك تلقاو باه يعني حاجه اللي تجي توالمكم للمول. اذا نرش هنا بسم الله فرينه، رش خفيف، نطرح صابلي عادي ونقطعه ونحطه يطيب.
اذا هنا هاي داك الحلوه بعد ما طابت كيما تشوفوا لهنا. نحضر اول حاجه هو الحشو. عندي لهنا كاوكاو راكم تشوفوا هنا، عندي طحنته الكيك شويه، وعندي هنا شوكولا للطلي. انا راح نستعمل هذا الحشو، يمكنكم استعمال اي حشو تحبوه، مثلا ديروا كاوكاو، حلو تستركوا المعجون تخلطوهم كاوكاو والمعجون فقط، ديروا مثلا الماركوكو تحمصوه، ديروا له حبة السرك هو المعجون، يعني لكم كل الاختيار في الحشو. اذا راح نحط اول شيء هنايا في الصحن، وعندي جانب الشوكولا راهي ذوب، ما نحطش كمية كبيرة، نحط غير بشوية هكذا. بسم الله نخلط. راح نعطيكم هكذا باه تضربوا عصفورين بحجر. اذا هكذا راح نحطها في بوش، كيما كتشوفوا انا حطيت عيني ميزاني، نحطها في بوش نوجدها، ونبدا ندير الشوكولا في المول تاعها، نحطها في المجمد ونشارجيو مباشرة. اذا هنا هاي لك الشوكولا في جيكا، وبعد ما ذوبتها انا استعملت هذه اللي تكون بالحليب، تقدروا ديروا السوداء كيما تقدروا ديروا بيضاء، يعني هنا كيما تحبوا. انا لما درت الحلوة اللي من قبل بالشوكولا السوداء والبيضاء، هذه حبيت نبدل ندير ذوق بالحليب، هذا باه تجي اذواق مختلفة. هي يعني شوكولا شوكولا، ولكن هذه ريحتها بنينة. هكذا نذوبها مليح. انا كيف نذوبها؟ نحطها فوق حمام مائي، نقطعها قطع تكون صغيرة خلاص، حطها فوق حمام مائي، بمجرد نشوفها يعني الجزء السفلي هذاك تاعها بدا يذوب، نبدا نخلط ونحيها من فوق الحمام المائي، وهي مازالت ما ذابتش مليح، ونخلط غير بالملعقة هكذا، نساعدها حتى تذوب بشكل نهائي كما راكم تشوفوا. نجيب المول هكذا، نحط كمية قليلة، بسم الله المول صغيرون ما نكثروش. اذا هنا هاندك الليمون بعد ما شرجيتهم دخلتهم للثلاجة، وبك بعد ما جمدوا وخرجتهم منها راح نحط الحشو. بسم الله انا الحشو درته هنا في بوش باه يساعدني في الخدمة. هكذا نعمرهم، بعد ما عمرهم نحيهم نحطهم على صابلي. راح نجرب معكم انا يحطو باه ما نطولوش. واش ندير انا عندي هنايا لاجولي، تقدروا تستعملوا المعجون، انا كانت عندي فقط هنا، نطلي هكذا الوجه تاع حبه الصابلي بهذه الطريقه، نحي حبيبه ونحطها في الوسط. نجيب كاوكاو هذاك الكاوكاو بعد، ونديرو هنايا على الجناب. تقدروا تستعملوا اي حاجه، ماشي شرط كاوكاو، تقدروا ديروا نواه كوكو محمص، لكن انا بما انه الحشو فيه الكاوكاو على هذا درتو هكذا. ثبتوا شويه ونحي الزائد دائما، وهذه هي الحبه. نكمل انا الحبات كامل بنفس الطريقه، ونشوفهم ان شاء الله في صحن التقديم. اذا هذه هي الحلوه في صحنها النهائي، هكذا تكون.
نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، ذوقها ما شاء الله روعه. يعني الحشو هو شوكولا مع شوكولا، ذوق رائع جدا. يعني تيلا طبعا بنينه بلا ما نهضروا. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذا الوصفه وتنال اعجابكم. قبل كل شيء راح ننبهكم لواحد الموضوع، واحد الخطا وقعت فيه انا باه ما توقعوش فيه، وهو اختيار المول. يعني راهم دايرين يترافيكي فيهم صراحه. انا هذا اللي شريت ماهوش الاصلي، يعني ماهوش مليح مره، هكذا لما تثنيه يتثنى، يعني ماهوش مليح كيما نقولوا راشي. هنايا انا كنت شريت هذا الموديل ودرت معكم من قبل، هذا الكاليتي تاعو رائع جدا، يعني هكا متماسك بزاف. هنايا هاولك لا مارك في الاصلي لكم تشوفوا، هذا المليح، هذه هي لا مارك تاعو، يعني هايل. ومام لا فينيسيون هنا مفيني مليح، لما تخدموا وتحطوا شوكولا فيه يجيكم مفيني الخدمه. يعني تقدري تحطي شوكولا وتعقمي بالكوبات هكذا برك تخرج لك الحبه مفينيه، ولكن في هذا والله غير تعبني بزاف بزاف. هنايا راكم تشوفوا لو يبان لكم، يجي هنايا النهايه تاعو تجي هكا محدبه، يعني فيها هكذا تدرجات محالفه تقدري تحكمي في الحبه تاعك. وكون تبعي المول هذا لما تنحيها الحبه هذيك راح يجيك الشكل تاعها مسنن، يعني حقيقه هاي لك لا مارك هذه اللي مقلده، هاي لك كام ولا كام، ما ننصحكمش خلاص بها صراحه. انا هذا المول شراته لي اختي، مش انا اللي شريته، هي اصلا ما انتبهتش للموضوع هذا. على هذا انا كون نلقى الاصلي راح نشريه ان شاء الله. هذا هايلك حتى تطبقيه يطبق، يعني مهم تمحنت بها خدمة الحبات وخلاص. يعني وكون تلاحظوا هنا يتركزوا مليح تلقاو هذا الاشكال ماهيش متشابهه 100%، كاين اللي يجيو حبات هكا معوجين وكانهم جابوا المول الاصلي وحطوا داروا الكوبي عليه وما جاش قد قد. المهم حبيت ننبهكم لهذا فقط، لما تروحوا تشريوا انتبهوا لهذا النقطه. الا لقيتوه مرخص، هذا جبته لي 7000، على هذا جا مش مليعيان، وهذا انا اللي راني نشريهم نشريهم 15000 حتى 17000 يوصلوا. على هذه تلقى الكاليتي تاعهم مليح. نتمنى ان شاء الله نكون عطيتكم وفدتكم في هذا النقطه، وفي الوصفه ان شاء الله تعجبكم باذن الله وتجربوها بحول الله. اذا كنتم اول مره تشاهدوا القناه نتمنى ان شاء الله تشتركوا وتفعلوا زر الجرس لتتوصلوا بالجديد ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.